والجمعية الخيرية للقرآن الكريم هي جمعية متخصصة ورائدة في العمل القرآني والمسجدي ومنتشرة في الشمال السوري. تهدف الجمعية الخيرية للقرآن الكريم إلى إحياء دور المسجد وبناء جيل قرآني ينهض بهذه الأمة ويعيد لها مجدها وعزتها. نحن عندنا كما ذكرت آنفا عندنا 9 مراكز حاليا قائمة تشرف على عدد من المساجد المنتشرة في ريف حلب الغربي ومحافظة الدبا وريفها المحرر. الجمعية الخيرية للقرآن الكريم هي مبادرة تأسست عن طريق مجموعة من الشباب القرآنيين المتطوعين. طبعا عندنا 450 حلقة قرآنية تضم في جنباتها ما يقارب 9000 طالب وطالبة هم ثابتون. أهم برنامج تقوم عليه الجمعية الخيرية للقرآن الكريم هو برنامج قوافل الحفاظ. استطعنا في هذه القافلة الوصول إلى 436 حافظ رغم الصعوبات التي واجهت الطلاب سواء من وباء كورونا التي كان فيه حظر على التجوال أو سواء بآلية التهجير التي حدثت للمناطق الأخيرة من آلة الإجرام.